أنا وشعبي كل أبونا جماعة أنا وشعبي كل أبونا جماعة الدين واحد والهدف أخدم الشعب الدين واحد والهدف أخدم الشعب بضاق صدر الشعب ما استر ساعة أضيق من ضيقة واستر لحب ويعود علينا عيدك يا وطني يملأنا شجنا يحيطنا بمشاعر حب جياشة ذكريات عذبة البحر الشاطئ والبر الأهل والأصدقاء وجراح لم تندمل تماما بعد ويقفز إلى ذهني سؤال يلح علي مع كل مرة يهل فيها عيدك يا وطني كيف أن وطناً بهذا الحجم الصغير على الخريطة يظل لمئات السنين محتفظاً بمكانة أكبر كثيراً كثيراً كيف استطاع أن يصنع لنفسه دوراً متميزاً كيف يظل صامداً طوال هذه السنوات رغم أحداث جسام عصفت بالعالم وغيرت وجه الأرض مراراً وأقلب صفحات كتابك علني أجد الإجابة وتحملني أفكاري إلى ذكريات الماضي ها هي صورة حياة الآباء والأجداد تتداعى إلى ذهني حياة جميلة قاسية أحيانا ظنينة أحيانا أخرى لكنها جميلة بالحب الحب الذي يجمع بين أبناء الوطن بتلك الروح المتعاونة المتكافلة التي تشكل ميثاقا غير مكتوب لحياتهم ها هي رائحة الماضي تملأني شجناً وحنيناً أستطيع أن أرى هذه المدينة الصغيرة بأحيائها وبصورها القديم ببيوتها التقليدية القديمة بأبوابها الخشبية الجميلة بجدرانها وأسقفها
هأنذا أرى الديوانية، ذلك المنتدى الاجتماعي والفكري الذي تنفرد به الكويت والذي يرتبط تاريخها بتاريخه. ها هي تحفل بالأصدقاء وأبناء الفريج ملتفين حول الدوة، يشربون الشاي والقهوة ويتجاذبون أطراف الحديث. هذا المظهر الاجتماعي المتفرد يكاد يكون هو نفسه الذي نمارسه الآن مع اختلافات مظهرية بسيطة، لكن المهمة تبقى نفسها والروح لا تختلف كثيرا. البحر، ذلك الحاني القاسي المعطاء الغادر أحيانا الذي ارتبط به أبناء هذا الوطن بعرى وثيقة لا تنفصم، مضمهم شاطئه يحمل بين أمواجه ذكريات الآباء والأجداد. عندما حملتهم تلك الأمواج إلى أقاصي الأرض يحملون الخير ويعودون بمثله في رحلات طويلة محفوفة بالأخطار أحيانا، ولكنهم وهم الذين تعودوا عليه وعرفوا طباعه جيدا خبروا تضاريسه، لحظات غضبه وساعات هدوئه وانسجامه، تحملوا كثيرا بصبر وقوة إرادة. علمهم البحر الصبر التحمل، وأسبغت رحلات البحر للتجارة أو الغوص على اللؤلؤ على المجتمع أصبغت عليه صفات التكافل والتعاطف. ها هو البحر يعوضهم عن قسوة الصحراء، يمنحهم أغلى ثرواته اللؤلؤ، لكنه ليس خيرا سهلا يسيرا، إذ لابد أن يدفعوا ثمنه كدا وعرقا. وأكاد أسمع صوت النهام يعلو شدوه فوق السبوك، السيوب يتسابقون لسحب الغيث من الماء محملا بالمحار. بينما يقف النوخذ يقود البحارة بخبرته التي اكتسبها عبر عشرات السنين، وإذا ما لاحت شواطئ الوطن بدأ البحارة يقرعون الطبول منشدين بينما ينتظرهم الأقرباء على البر بشوق جارف، وتعلو إيقاعات الدفوف مع تزايد حرارة اللقاء، وتمتزج أغاني البحارة مع يباب النساء. ها هي أفراح الماضي الجميلة تترامى إلى سمعي، أغاني النسوة في يلوة العروس. وطني، تلك البقعة الصغيرة عند أقصى الطرف الشمالي الغربي من الخليج، الكويت
التي تعود نشأتها إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر، والتي ورد اسمها في خرائط الرحالة في ذلك الزمان مقروناً بالجرين. هذا الوطن الذي استمر لقرون ككيان متميز تحت كل ظروف ورغم كل المتغيرات. هذا الوطن الذي نجح أبناؤه المحبون منذ نشأته في الحفاظ عليه كياناً اجتماعياً واقتصادياً متميزاً عما حوله. هذه الأرض ارتبط تاريخها ارتباطاً وثيقاً بأسرة الصباح منذ أن حملوا الأمانة حوالي عام 1752، حين بويع الشيخ صباح بن جابر أول حاكم للكويت من آل الصباح وفقاً للطريقة العربية التقليدية، ليتسع نفوذ الكويت بمال تجار هذه الأرض من يد في نقل التجارة عن طريق البحر والقوافل عن طريق البر. ويتناقل أبناء الكويت من آل الصباح الأمانة لتتواصل من يد الشيخ عبد الله الأول إلى الشيخ جابر الأول، ثم الشيخ صباح الثاني، فالشيخ عبد الله بن صباح، ثم الشيخ محمد بن صباح. يحاول كل حاكم الحفاظ على الوطن وحمايته من أي أخطار قد تكون محدقة به، ويحاول تعزيز مكانته بين جيرانه، وتستمر السلسلة مترابطة متلاصقة بأبناء الوطن كأفضل ما يكون الترابط بين رب العائلة ورعيته، حتى نصل إلى الشيخ مبارك بن صباح، مبارك الكبير الذي بدأ حكمه عام 1896 ليكون سابع حكام الكويت من أسرة الصباح ومؤسس الكويت الحديثة. يتولى المسؤولية في فترة عصيبة من تاريخ العالم مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وحتى بدايات الحرب العالمية الأولى، ليزدهر الوطن الصغير ويتمتع بفترة من الاستقرار مع استمرار التجارة التقليدية مع الهند وشرق أفريقيا والعراق، ودخول الخدمات البريدية العصرية والخدمات الطبية الحديثة وإنشاء المدرسة المباركية. وفي عام 1915 يحمل الشيخ جابر بن مبارك الأمانة، تزداد في فترة حكمه التي لم تستمر سوى عام وشهرين، تزداد التجارة مع بلاد الشام. ثم يأتي الشيخ سالم بن مبارك ليحذو حذو سلفه صلبا في مواقفه دفاعا عن الوطن، قويا في الحق، قريبا من شعبه. في عام 1921 وفي سن 35 يكمل المسيرة رجل آخر من رجالات الكويت الذين آلوا على أنفسهم إلا أن يحافظوا على الأمانة، الشيخ أحمد الجابر، ابن من أبناء الكويت البررة، بحكمته يتمكن من الحفاظ على علاقات الكويت بجيرانها. يزدهر الغوص على اللؤلؤ، ويصل عدد السفن الكويتية عام 1922 إلى 800 سفينة يعمل عليها 10,000 من الغواصين والبحارة. تطور الخدمات الصحية والكهربائية، أنشئ أول مطار عام 1927، تأسيس بلدية الكويت عام 1930، افتتاح أول بنك عام 1942. ويشهد عصر الشيخ أحمد الجابر حدثاً له ما بعده، اكتشاف النفط بكميات تجارية عام 1938، ثم الاحتفال بإسالته في أنابيبه وبداية تصديره في 30 من يونيو عام 1946، لتتلاحق التطورات كبيرة على الحياة في الكويت. في عام 1950 يبزغ فجر جديد في الكويت، عندما يتولى المسؤولية رجل أحب وطنه كأصدق وأحكم ما يكون الحب،
فأحبه الوطن وأبناؤه الشيخ عبد الله السالم. استمرت فترة حكمه 15 عاما، شهد خلالها الوطن أحداثا تعد علامات بارزة في تاريخه تمتد آثارها إلى اليوم. ترجم الشيخ عبد الله السالم حبه للوطن قرارات وأفعال. في 19 يونيو 1961 يلغي الشيخ عبد الله السالم معاهدة الحماية المبرمة مع بريطانيا عام 1899 ويستبدلها بمعاهدة تعاون وصداقة لتبدأ الكويت تحركها كدولة مستقلة ذات سيادة على الصعيد العالمي. ويجري في العام التالي احتفال شعبي يتلاحم فيه القائد والشعب في أول عيد وطني للكويت. وبهذه العزيمة وهذا المضى تتابع دولة الكويت سيرها دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات. في جامعة الدول العربية محافظة على استغلالها تحميد النفس والنفيس. في 11 نوفمبر 1962 يصدق الشيخ عبد الله السالم على أول دستور للبلاد لتتلاحق التطورات ترسيخا للديمقراطية. تجري أول انتخابات نيابية في يناير عام 1963. ثم يفتتح أول مجلس نيابي منتخب في 29 يناير 1963. وإنه ليسعدني في هذا اليوم الأخر من تاريخ ولادته أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدين وحريات الشعب ومصالحه ومياده وأصول استغلال الوطن وسلامة أراضيه. تلك الفترة السعيدة من تاريخ الكويت شابتها غمامة من أطماع الحاقدين ما لبثت أن انقشعت، لكن المتأمل لتلك الأحداث يشعر وكأنها كانت إرهاصة لجريمة بشعة عانى منها الوطن الغالي بعد حوالي 30 عاما من ذلك التاريخ. كان ذلك عام 1961 عندما طالب رئيس الحكومة العراقية حينئذ عبد الكريم قاسم بضم الكويت صراحة مدعيا تبعيتها للبصرة، بالرغم من حقيقة إقرار العراق بأن الكويت لم تكن في يوم من الأيام ولاية عثمانية ولا علاقة تربطها بالبصرة ولها كيانها المتميز، وتهب الكويت حكومة وشعبا رافضة هذا الادعاء متحدية له، وتخرج المظاهرات الغاضبة في كل مكان. وتقر الجامعة العربية في يوليو عام 61 دعمها لسيادة الكويت واستقلالها، وترحب بدولة الكويت عضوا في جامعة الدول العربية. ويتبع قبول عضوية الكويت في الجامعة العربية وانضمامها إلى معاهدة الدفاع المشترك تشكيل قوة أمن عربية جاءت من عدد من الدول العربية في طليعتها السعودية والجمهورية العربية المتحدة. ومن المفارقات أن تلك القوة قد ضمت قوات من اليمن والأردن والسودان، وفي هذا يتضح كيف أن بعض الحكومات قد ناقضت اليوم مواقف مشرفة لها في السابق. وتنقشع حدة الأزمة تدريجيا، ويحاول النظام العراقي حينئذ حفظ ماء وجهه إلى أن تنتهي بشكل تام مع إسقاط قاسم في عام 63، وتتفرغ الكويت من جديد لمواصلة نهضتها وإنجازاتها خلال عهد الشيخ عبد الله السالم
الذي استمر أكثر من 15 عاماً. أكد بلقاءاته مع العديد من القادة العرب توثيق العلاقات الكويتية العربية. تطلع الشمس على جبهته ذهباً يلزمنا. وحضر أول مؤتمر قمة عربي يدعو إليه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ومد يد العون إلى الجيران والأصدقاء. أرضه تسهو بما فيها وما فوقها وفي مايو عام 1963 يرفع علم الكويت أمام منظمة الأمم المتحدة. وفي الداخل تواصلت مظاهر النهضة متلاحقة سريعة في عهد الشيخ عبد الله السالم، ويبدأ أول بث لتلفزيون الكويت بعد أن كان صوت إذاعة الكويت قد انطلق في عهد عبد الله السالم في بداية الخمسينات، ويجري أول تعداد سكاني، ويصبح الدينار الكويتي العملة الرسمية بدلاً من الربية، وتتأسس شركة البترول الكويتية، ويتم إنشاء ميناء شويخ، ويتزايد أعداد المدارس ويتم تحديثها، ويصبح العلاج بالمجان للجميع، وتتضاعف أموال النفط مراراً، ويشهد الوطن نهضة شاملة تصبح نموذجاً مشهوداً به وله في المنطقة وفي العالم العربي. ومن منطلق الإيمان بالتعاون المثمر بين الكويت وشقيقاتها العربيات والإسلاميات يتم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي عام 61 لدعم التنمية في تلك الدول عن طريق تقديم القروض الإنمائية والمنح والمساعدات. وفي 24 نوفمبر عام 1965 يخرج أبناء الكويت جميعهم لوداع الوالد الشيخ عبد الله السالم. وبوفاة الشيخ عبد الله السالم لم تتوقف مسيرة النهضة الكويتية، إذ إن رجلاً آخر من رجالات هذا الوطن الأوفياء قاد المسيرة وواصل العطاء، الشيخ صباح السالم. ويشهد الوطن العزيز فترة أخرى من الازدهار والتقدم، وتتوثق علاقاته مع الجيران والأصدقاء. اهتمام الدولة يتزايد بالتعليم والصحة وإدخال أحدث التطورات العلمية. ويشهد عهد الشيخ صباح السالم حدثاً هاماً في تاريخ المسيرة التعليمية في الكويت، إذ يتم في 27 نوفمبر عام 1966 افتتاح جامعة الكويت في احتفال عالمي كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فباسم العلي القدير نفتتح جامعة الكويت فرحاً شامخاً نتوج به هامة التعليم في بلادنا، وحصناً راسخاً ذخيرته العلم والبحث العلمي نحمي به. ثم يفتتح في العام التالي معهد الكويت للأبحاث العلمية. وفي عام 1969 تفتتح أول محطة أرضية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. وفي عام 70 يتم تخريج أول دفعة من طلبة الكلية العسكرية. وفي عهده أيضاً يصدر القانون الخاص بتطبيق التأمينات الاجتماعية على أبناء الكويت، وتمتد النهضة لتشمل النشاط الرياضي. وتستمر الكويت في تحمل واجبها القومي، وترسل أبناءها لمساعدة الأشقاء على الجبهتين المصرية والسورية خلال حرب
يونيو 67. ويواصل الشيخ صباح السالم سياسة الكويت التقليدية في توثيق العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء، ويحضر مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة عام 70 لمساندة القضية الفلسطينية في واحدة من أحلك الأوقات التي مرت بها تلك القضية. ويتلاحم القائد بالشعب في حب صادق ليس أدل عليه من مشاهد تلك اللحظات التي احتفل فيها أبناء الكويت بعودة الشيخ صباح السالم من رحلة علاج في الخارج. أنا وشعبي كل أبونا الجماعة الدين واحد، والهدف أخدم الشعب. الدين واحد والهدف أخدم الشعب، بضاق صدر الشعب ما استر ساعة، أضيق من ضيقة واستر لحب، وهذا ملتزم فيها الأربعة الأبيات طول مدى الحياة. وتشهد لحظات الحزن العميق التي سادت الشارع الكويتي لدى إعلان وفاته عام 1977، تشهد على مدى عمق العلاقة وصدقها بين رب العائلة وأبنائه. ويحمل الراية ابن آخر من أبناء الكويت، هو الابن الثالث لأمير الكويت الأسبق الشيخ أحمد الجابر، إنه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. لم تكن المسؤولية جديدة عليه أو هو جديد عليها، إذ شارك في خدمة الكويت منذ عام 1949 حين عين رئيسا للأمن العام في منطقة الأحمدي، ثم تولى عام 59 رئاسة دائرة المالية التي أصبحت وزارة المالية والاقتصاد عام 62، ليكون أول وزير للمالية في الكويت. ثم عهد إليه بتشكيل الوزارة في 30 من نوفمبر عام 1965، حتى صدر مرسوم أميري في 31 من مايو 1966 بتعيينه وليا للعهد بعد مبايعته بالإجماع، إلى أن تولى مقاليد الحكم في 31 من ديسمبر عام 1977. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدون عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استغلال الوطن وسلامة أراضيه. وتستمر رحلة البناء حثيثة يشارك فيها الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي أعلن أمير البلاد تزكيته وليا للعهد في 31 من يناير عام 78، ثم صدر أمر أميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في 8 من فبراير عام 78. ولم يكن الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح بجديد أيضا على المسؤولية، إذ كان قد تدرج في مختلف المناصب بجهاز الشرطة والأمن، حين عين نائبا لرئيس الشرطة والأمن، ثم وزيرا للداخلية عام 62، ثم أسندت إليه وزارة الدفاع بالإضافة إلى وزارة الداخلية عام 1964، حتى تمت تزكيته وليا للعهد ثم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.
ويشهد العهد الجديد تطوراً كبيراً على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويتم التوسع في الخدمات التعليمية والصحية، ويتم إنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وتواصل الكويت دورها على جميع الأصعدة. وفي 25 من مايو عام 81 تتجسد آمال أبناء منطقة الخليج بالتوقيع في أبوظبي على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلقت فكرته من الكويت ومن ابن الكويت وأميرها الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. وهكذا بدأت المسيرة العملية لمجلس التعاون الخليجي ليطلع بدوره كمنظمة سياسية واقتصادية إقليمية بطبيعة المبادئ والأهداف التي أخذ بها نظامه الأساسي. وتعيش الكويت سنوات من الرخاء والاستقرار، تتفاعل مع ما حولها من أحداث في صدق وتعاون وعطاء. ووسط هذا الجو من الأمان والاستقرار والتفاؤل، نستيقظ فجر 2 أغسطس عام 90 على صدمة صاعقة تأخذنا على حين غرة، اجتياح عسكري عراقي بري وجوي لهذا الوطن الآمن المسالم، سقطة غدر مجرمة لم تكن لتخطر على بال أحد بأي حال من الأحوال. حقا إن بوادر أزمة مفتعلة من جانب نظام بغداد كانت قد لاحت في الأفق، لكن أحدا لم يتصور أن يصل ذلك النظام في غيه وبغيه إلى ذلك الحد الذي لم يخضع لأي حسابات أيا كانت. حقوق جوار عرفان بالجميل، تقدير للعواقب. نيران الغدر تجتاح سريعة كل شبر في الكويت لتتبدل الصورة تماما في لحظات. دمار وسلب ونهب في كل مكان، ترويع للأهالي الآمنين، قتل للأبرياء. صور الخراب بدت بغيضة بشعة في كل مكان. غير خفت العروبة في كل بيت، امتدت يد التخريب لتشمل كل شيء. ثم كانت الكارثة الكبرى إشعال 600 بئر نفط كويتي. استولى الغزاة على كل شيء تقريبا باستثناء شيء أساسي، هو إرادة الشعب، إيمانه بحقه وإصراره على استعادته وتمسكه بقيادته وشرعيته. ومنذ اليوم الأول للغزو يهب الكويتيون في الداخل والخارج لنجدة الوطن السليم، وتبدأ الشرعية الكويتية في رص الصفوف لمواجهة الغزو، وتلقى القضية العادلة دعما عربيا ودوليا حاسما. وتبدأ في 17 يناير عام 1991 عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت. ويندحر العدوان، تذهب أدراج الرياح تهديداته وادعاءاته، وتبقى الهزيمة نكراء. ويخرج الشعب الكويتي يحتضن الوطن العائد من محنته في القلب. في القلب أنت يا وطن، في المآقي يخرج الشعب يستقبل قادته العائدين من رحلة كفاح لاستعادة الحق. ويلتقي الجميع من جديد على أرض الوطن، تزيدهم المحنة إحساسا بقدره، حبا له وارتباطا به. وتبدأ على الفور رحلة جديدة وشاقة أيضا للأعمار، لينهض الوطن من جديد واقفا وشامخا في كبرياء، يطرح آلامه جانبا ليعود إلى سابق عهده.
وينجح أبناء الشعب بمساعدة الأشقاء والأصدقاء في وقت فاق كل التقديرات، ينجحون جميعا في إعادة الصورة من جديد إلى سابق عهدها، يدفعهم شعور واحد هو حب الوطن، ويواصل الوطن دوره المعتاد خليجيا وعربيا وإسلاميا وعالميا. تبقى الكويت نيشان في صدري ولجله يهون كل غالي في عمري. ألف سهلة وألف مرحة بيوم العيد والفرحة. ويعود إلينا عيدك يا وطني، يثير فينا مشاعر شتى جارفة، أفكارا كثيرة متداخلة، تختلط فينا ذكريات الماضي بصور الحاضر وتطلعات المستقبل، ويقفز إلى ذهني نفس السؤال: كيف أن بلدا بهذا الحجم الصغير جغرافيا يمكنه الصمود لمئات السنين خالقا لنفسه دورا متميزا في عالم متغير تتلاطم أمواجه وتجتاح في طريقها الكثير؟ حقا إن بحرك أعطى كثيرا وأثمر ثراك ذهبا، لكن الكنز الحقيقي بداخلنا نحن أبناؤك. الإجابة على السؤال اللحوح تكمن داخل كلمة واحدة تغني عن عشرات الكلمات، إنه الانتماء. الانتماء ذلك الشعور الذي يجعلك تحس وكأن خيوطا سحرية تشدك إلى جذورك لتربطك بتراب وطنك، ذلك الشعور بالأمان في حضن العائلة الكبيرة، بالطمأنينة والقوة تستمدها من مجرد وجودك على أرضك وسط أهلك وذويك، ذلك الشعور بالقلق عدم الراحة بافتقاد شيء خفي وأنت خارج حدوده. هكذا تعود إلينا يا عيد الوطن لتذكرنا بالقصة كاملة، بسيطة بسيطة لكنها عميقة الدلالة، تحمل بين صفحاتها دفء علاقة عائلية وحرارة حب الوطن والانتماء لترابه، يمتزج فيها مدلول الوطن بالعائلة ويمتزج مدلول العائلة بالوطن ليصبح الكل في واحد. ولذلك كانت تلك الترنيمة في حب الوطن.